إلى هذا العمر ويقدم هذا المستوى والهدف الأول. الهدف الأول للنمور، عرضية رائعة من عبد العزيز والمتابعة، والنمور يتقدمون بأول الأهداف. السعادة أصبحت لاتحاد جلبة. نعم الياندروم، الياندروم يسجل أول أهدافه بقميص اتحاد جلبة، بل أول أهداف نادي اتحاد جلبة في هذا الموسم. أول أهداف النمور، الكرة العرضية من عبد العزيز، المتابعة هرب بين المدافعين، هرب بين المدافعين، وضعها جميلة، عرضية رائعة من عبد العزيز، أحد أبناء أصحاب السعادة، اليوم يواجه أصحاب السعادة في هذه المباراة وينقل السعادة لاتحاد جلبة في شوط المباراة الأول. واحد لاشين، اللاعب الياندروم يتقدم بأول الأهداف في شوط المباراة الأول بعد مرور تقريبا نصف ساعة. أخيرا كسر التعادل السلبي. هذا